استنكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتخرج دفعة من طلاب كلية الشرطة الخاضعة للحوثيين بصنعاء، ويظهر الفيديو الطلاب الخريجين وهم يرددون شعارات طائفية بدلا من القسم العسكري الذي يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب، بحضور محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية وقيادة عسكرية حوثية. وزير الإعلام عمر الإرياني قال في تغريدة على حسابه في تويتر: يسعى نظام طهران وأداة ميليشيات الحوثي لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء للجماعة وتنقاد لأوامر الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن المخططات الإيرانية تستهدف الشعب اليمني والعبث بهويته وسلخه عن محيطه العربي وتحويل اليمن إلى مقاطعة تابعة لإيران ونشر سياسات الفوضى والإرهاب والسيطرة على خطوط الملاحة الدولية.